مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من سنه اولى طبخ. منورنا ومشرفنا وجودكم معانا دايما، هو احلى واجمل حاجه على بي ان سي فود. والنهارده حلقه جديده ميكس كده ما بين اكل مكسيكي على افتكاسات، بس الاكل هيكون حلو جدا ولذيذ جدا، والحلو فيه انه هيكون سهل جدا. هنعمل النهارده رز مدخن بالدجاج، هنعمل سلطه تاكس ميكس، هنعمل التشورز وهي قريبه جدا من بلح الشام، ولكن الفيرجن المكسيكي منها او النسخه المكسيكي منها جميله جدا، سهله جدا، نفس العجينه تقريبا، وحقيقه هتعجبكم. يلا بينا ننطلق ونبدأ نشتغل على طول. في ايه يا سارة؟ نبدأ بالرز. الرز المدخن اللي هنعمله دلوقتي ده ينفع يكون وجبة رئيسية لو الفراخ زيادة او قطع كبيرة، وينفع طبعا يتقل الفراخ او تتشال حتى خالص وتبقى وجبة كاملة. ينفع يتعمل باللحمة، بالجمبري، بأي ماكس سي فود، بأي لحمة مفرومة، ينفع بأي حاجة حرفيا. هنحتاج عشان نعمله كيلو من صدور الدجاج مقطعينه جوليان. احنا النهارده معتبرينه طبق رئيسي، فحاطين فيه كميه من الفراخ تكفي على الاقل 4 افراد. حاطين كيلو من صدور الفراخ المتقطعه جوليان، و4 كوبايات من الرز البسمتي الذهبي، بصلتين جوليان، و2 فلفل الوان جوليان، كوبايتين بسله بالجزر، وكوبايه ذره حلوه، 8 كوبايات من المرقه، سمنه وزيت نباتي، وممكن تستخدموا زيت بس، وده اللي انا هعمله النهارده. عندنا بقى توابل، نص معلقه صغيره حبهان باودر، معلقه صغيره من القرفه الباودر، ومعلقه صغيره من ال7 بهارات، معلقه صغيره من الكركم، ومعلقه صغيره من الكاري، معلقه ملح اسفه، وفلفل اسود، وعايزين فحمايه حلوه كده هنسخنها علشان تيجي كده مولعه، وبننزل عليها زيت ندخن الرز ده ونديله طعم التدخين. اول حاجه هنبدا بيها هي حله على النار، وفي الحله دي هنحط زيت على قد الرز كله. انا مش هحط سمنه، هخليه خفيف زيت بس. ايه، مش عارفه اولع الفحمه ولا انت ولعها بره؟ اوكي يلا. فين الفحمه؟ فين الفحمه؟ اوكي، عندنا هنا الفحم، جايبين الفحم سريع الاشتعال ده، انا هحطه هنا يسخن، هحط 2. ليه؟ هحط 3 يسخنوا كويس. شوف بقى هنحتاج منهم قد ايه، نقلبهم بقى على الناحية التانية. والزيت بتاعنا مستنيين انه يسخن. الزيت يا جماعة مش هننزل فيه الفراخ غير اما يكون سخن كويس جدا. واحنا محضرين هنا، بصوا كده، بصلاية عاملينها زي الطبق كده، ومجهزين لها زي ايه، ورقة فويل. لا، ممكن نجيب واحدة اكبر من دي. عادي عادي، نعملها كده ايه، زي طبق يتحط فيه البصلاية كده اهو، ونلم الاطراف كلها على فوق. عملنا لنا طبق محترم اهو. البصلايه هتدي طعمها بقى مع الفحم والدخان، والزيت هينزل على كل ده يدخن، وهنروق الدنيا. دي بقى كده جنبينا هنا لحد الاخر خالص، والفحم بيسخن. عايزين نجيب جنبينا تونج او مساك او اي حاجه عشان نقلبه بيه. وبنفكركم طبعا بارقامنا 1710 من اي موبايل، و 0900 917 من اي تليفون ارضي، تقدروا تكلمونا في اي وقت يا جماعه طول الحلقه، وبنسعد جدا بمكالماتكم. يلا بينا. حاضر. الفراخ دي ممكن نخلط معاها التتبيله، ممكن ننزلها على طول في الزيت ونحط التوابل عليها، مش محتاجة الصراحة نخلط ونوسخ بولة كمان، هنشتغل على طول ونحط التوابل عليها على طول. أنا هاجي كده اهو وهي في الطبق، هحط الحبهان الباودر، أوزع كده عليها القرفة، البهارات، 7 بهارات او اي بهارات فراخ انتوا بتحبوها، وممكن على فكره تختصروا كل ده بشويه بهارات فراخ او كاري بس. كاري بس، هو التوليفه دي هتعمل طعم جميل جدا. وادي كمان الكركم، ملح وفلفل اسود بقى هنحطه في الحله. نجيب سباتشولا ونبقى مستعدين.
يلا بينا. تمام. نوزع كده رشة الملح والفلفل وجوزة الطيب. واحنا بنكلم أم إلهامي. يا أم إلهامي أهلا وسهلا. أهلا بيكي. ازيك يا حبيبتي، عاملة ايه؟ الحمد لله يا رب دايما. ازيك يا شيف ساره؟ ازيك يا حبيبه قلبي، ايه الاخبار؟ عامله ايه؟ انا زي الفل الحمد لله. الله يخليك، بس بالله عليكي تبقى على الهوا والنبي، انا ما بعرفش اقرا ولا اكتب. هي ايه؟ ماشي. هي ايه؟ فانا عايزك تقولي لها على الفراخ المشويه. فراخ مشويه حالا يا حبيبتي. هقولها لك. بص يا ستي، فرخه كده يكون وزنها كيلو بالكتير عشان تكون مناسبه للشوي. الفرخه الكيلو دي هتفرم لها في الكبه بصلايه، معاها طماطمايه، معاها فلفلايه، معاها فصين توم، معاها شويه بقدونس، وتحط لها بهارات فراخ، وزودي سنه القرفة عشان بتدي طعم جميل جدا في الشوي، ملح وفلفل اسود وجوز الطيب. ولو انت عايزه تحطي توابل انت من نفسك من غير بهارات، حطي ملح وفلفل وجوز الطيب وقرفه وحبهان مطحون، وممكن شويه كبابه صيني او قرنفل مطحون. افركي الفراخ كويس جدا بالتتبيله دي وبيتيها فيها ليله او على الاقل 6 ساعات. وبعد كده حبيبتي هتقومي منزلاها على الشوايه، اهم حاجه بس افتحيها من الظهر واضغطي عليها كده، كسري العظم اللي طالع جامد علشان تبقى مفروده على الشوايه وبتتشوي. واهم حاجه وهي على الشوايه غطي، يعني اديها الشويه كده الحلوه واديها فرصه تتغطى وتاخد برده من الحراره كويس جدا عشان كل حاجه تستوي. طيب الفراخ بتاعتنا عايزه لها البصل دلوقتي، نيجي كده وننزل البصل. واحنا بنكلم ساره، هقلب البصل وانا بكلم ساره. يا ساره اهلا وسهلا. الو، ازيك يا ساره؟ ازي حضرتك، بحبك جدا على فكره. حبيبتي حبيبتي تسلمي لي يا رب. ميرسي ليكي، ميرسي ليكي. شكرا يا حبيبتي، شكرا شكرا، تسلمي لي يا رب. بس حضرتك ممكن اطلب حاجه؟ اموريني. كنت عايزه بس طريقه حلوه للبط. بط بس يكون اشويها زي ما هو كده. حاضر، تعمليها روستو يعني في الفرن؟ حاضر بالضبط. يا حبيبتي من عيني الاثنين. شكرا. من عيني. احلى حاجه البطه، اعملي لها خلطه كده بصله بفلفل بتوم بملح بفلفل اسود بجوزة الطيب بشويه كمون، احشيها بالخلطه دي ومن بره دهنيها زيت مع رشه ملح وفلفل وشويه صلصه وشويه عسل وجوزة الطيب وقرفه، ودهنيها كويس جدا. سيبيها تقعد في التتبيله دي حبه، وبعد كده دخليها في كيس حراري ودخليها الفرن، او حتى من غير كيس حراري هتطلع معاكي زي الفل، مش محتاجه ميه ولا اي حاجه. لما بس تاخد لون غطيها وسيبيها تكمل سوا على مهلها خالص. حطينا البصل وبقت الفراخ كده جاهزه بالبصل. عرفتوا ليه بقول لكم دي وجبه اساسيه؟ عشان شايفين فيها بصل كتير ازاي، اسفه فيها فراخ كتير ازاي، فاحنا عاملين حسابنا على كده ومتعمدين علشان الاكله تبقى غنيه، تبقى غدا يعني، ما تبقاش مجرد طبق جانبي. هنقلل الفراخ بقى طبق جانبي. يلا بينا. هناخد مدام شيرين على التليفون واحنا بنحط البسله والجزر والذره. يا مدام شيرين اهلا بيكي. الو. ايوه يا مدام شيرين. ايه يا شيف ساره، عامله ايه؟ ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ انا بحبك جدا جدا والله. يا روح قلبي اهلا بيكي. تسلمي. بقول لك يا حضرتك، الوصفه بتاع الفراخ اللي انت لسه قايلاها دي، ينفع الفراخ اعملها على الفحم؟ طبعا، ما هي للفحم اصلا. تمام ماشي. اهم حاجه بس قبل ما تحطيها على الفحم شيلي البصل من عليها عشان ما يتحرقش في الشوي. تمام، اصل انا بفتكرها ان هي في الفرن بس. فرن او فحم يا حبيبتي، تنفع الاثنين. تسلمي لي يا حبيبتي. صحة وهنا يا رب. جداً جداً وانا اكتر الله. وانا اكتر يا روحي، اهلا بيكي. تمام جدا كده. هنيجي بقى نحط الرز ونقلبه مع كل الكلام الجميل ده. هحط له الفلفل الالوان كمان. دي كده وجبه حله واحده، يعني حله واحده فيها كل حاجه. ينفع على فكره تتعمل بوراك
بصدور بفرخه متقطعه ارباع، المهم بس تاخد التشويحه بتاعتها والتتبيله بتاعتها كويس. كده اتاكدنا ان الرز لف مع كل حاجه واخد ريحتها وطعمها وكل حاجه منها. ناخد مدام منى واحنا بنسقي المرقه. يا مدام منى اهلا وسهلا. اهلا بيكي. ازيك يا حبيبتي بيكي. عامله ايه؟ ازيك يا ستاره؟ ربنا يخليكي. اهلا بيكي، انا الاسعد. الله يكرمك. كنت عايزه اسال حضرتك على حاجه. مورين. البوتاجاز الكهرباء اللي انتوا بتشتغلوا عليه في الخناق، نفسي ان انا اجيبه بس مش عارفه هو بيسحب كهرباء كتير ولا نظامه ايه؟ هو عملي في البيت ليا؟ بيسحب، مش هكذب عليكي. يعني مش عملي في البيت. هقول لك حاجه، يعني انا لا، انا مثلا في بيتي انا شخصيا البوتاجاز جايباه، لا جبته عادي، نار يعني غاز مش كهرباء. بس الفرن جبته كهرباء، لان الفرن الكهرباء فيه احسن بكتير جدا من اللي بالانبوبه او بالغاز. طب يخبز لي رقاق وقرص عادي؟ طبعا وعيش. يطلع لك احلى خبيز، من جايباه مخصوص عشان كده اصلا، لان الحراره بتاعته متساويه، ما بتعلاش وتوطى، توزيعها احسن بكتير، وبتقدري تحكمي في درجه الحراره احسن بكتير، تقدري تشغليه فوق وتحت في نفس الوقت مع المروحه، في اوبشنز كتيره مش موجوده في البوتاجاز الغاز. فلو هتحطي فلوسك في حاجه يبقى حطيها في فرن كهرباء مش بوتاجاز كهرباء. بوتاجاز كهرباء مش محتاج خالص الغاز، زي الفل. وعلى فكره ايوه، البلت ان ده زي ما نور بتقولي، عشان في ناس بتبقى فاكره ان البلت ان كهرباء بس، لا في منه غاز وكهرباء عادي جدا. اي موديل هتلاقوا منه غاز وهتلاقوا منه كهرباء. في الفران دايما بنرشح الكهرباء، في البوتاجازات لا تعنينا في اي شيء، مش هتضيف اي حاجه ليكي بصراحه. يعني شويه ملح، ومش هنزود عن كده لان احنا اصلا حاطين مرقه. ونقلب. وعبال كده ايه ما نغطي الرز، عايزه اقول تهنئه، عايزه اقول لملك محمد علي 20 سنه كاملين في هذه الدنيا، كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي، والعمر كله يا رب، وان شاء الله السنه الجايه زي دلوقتي بالظبط تكوني محققه اي حاجه في الحياه انت بتحلمي بيها. انا عارفه ان احلامك كبيره وان شاء الله كلها تتحقق. كل سنه وانت طيبه حبيبتي. يلا بينا. مين؟ ياسمين. يلا بينا ياسمين. عامل ازيك يا احلى شيف في الدنيا؟ ده عينك اللي جميله يا ياسمين، اهلا بيكي. انا بحبك قوي ومتابعاكي والله. يا حبيبتي تسلمي لي يا رب، تسلمي يا رب. انت كل احلى ذوق. شيف على كروت فود. تسلمي يا رب، تسلمي يا حبيبتي، كلك ذوق كلك ذوق، ربنا يخليكي. معلش عاوزاكي تعرضي لي على الشاشه طريقه تعملي لي الهريسه. هريسه شطه ولا هريسه الحلوه؟ الهريسه الحلوه. هريسه الحلوه من عيني الاثنين يا حبيبتي، تأمريني. هنتعبوكي يا جميل. لا يا حبيبتي تعبك راحه، تحت امرك في اي وقت. يلا يلا يا نور هات لنا الهريسه. هنقلب، انا زودت شويه ميه، والرز البسمتي احنا عارفين مقاديره، كل كوبايه من الرز بتاخد كوبايتين من الميه، وهنغطي بقى ونسيبه في حاله خلاص يكمل. هنطلع فاصل صغير جدا، ولما نرجع منه نشوف السلطه القمر دي هنعملها ازاي، لان السلطه بتاعتنا النهارده برضو وجبه كامله متكامله. فاصل صغير ومستنياكم. ورجعنا من الفاصل، وهنبدأ دلوقتي في السلطة بتاعتنا. السلطة جميلة جدا، وتاني ميزتها ان هي وجبة كاملة متكاملة. السلطة بتاعتنا سلطة تكس ميكس بالفراخ. هنحتاج علشان نعملها صدرين فراخ، احنا كل صدر قاسمينه اتنين بس مش اكتر من كده، فبقوا اربع شرايح. عندنا زيت نباتي ومعلقه صغيره من بهارات الفراخ، ملح وفلفل اسود، وممكن ما تحطوش بهارات خالص وتعتمدوا على ملح وفلفل ورشه جوز الطيب. الصوص اللي هنعمل بيه دريسنج السلطه هيكون عباره عن كوبايه زبادي، ربع كوبايه هوت صوص، ممكن يتشال لو انتم ما بتحبوش الحامي، ولكن الهوت صوص مع كوبايه من الزبادي ربع، ولا هيبقى ليه اي طعم حامي خالص ما تقلقوش. 4 معلقه كبيره من المايونيز، ومعلقتين كبار من المستردة، ومعلقه كبيره من العسل الابيض، معلقه كبيره من الخل وملح وفلفل اسود. والسلطه نفسها بقى هنحتاج لها كابوتشي، كابوتشايه جوليان، والبيض ده طبعا جايب الغلط من عند الوصفه المجاوره،
كابوتشيه كده مقطعينها جوليان، وحبايه كرنب احمر صغير بشرينها، خيارتين مقطعينها، وطماطمتين، واتنين فلفل الوان، وواحد فلفل رومي. وللتقديم عندنا كده عيش مكسيكي محمرين، وهيجي دلوقتي ان شاء الله. هو مش موجود على فكره يا نور. طيب ف يلا بينا نبدا شغل. عندنا ثلاث حاجات نعملها: الفراخ، الدريسنج، السلطه. الفراخ انا مش عايزه احط لها البهارات، تراجعت في كلامي وجالي زغطه فاستحملوني. تراجعت في كلامي ليه؟ عشان انا عايزه طعم الدريسنج هو اللي يطغى عليها. فحديها رشه ملح، رشة فلفل، ورشة جوز الطيب. ونقلبها على الناحية التانية. واحنا بنكلم مدام منى. يا مدام منى منورة. الله يكرمك يا حبيبتي. انا لسه سألكي على البلت ان دلوقتي. قولي لي يا حبيبتي معاكي. قولي لي الفرن يبقى كام لتر، الفرن الكهرباء؟ انت واحتياجك بقى يعني. انا عايزة حاجة كبيرة اجيبها كام لتر. هاتي لو تقدري، لو ربنا موسع وتقدري تجيبي اكبر حاجة هاتي. الفرن بصراحة الكبير بيريح للأبد، ما تقعديش بقى تتزنقي ومره يبقى معرفش عندك ايه. لا خلاص مرتاحه للابد. فانا في الاجهزه الكهربائيه دايما بايد الاكبر لو اقدر عليه، مناسب لميزانيتي ومش هضغط نفسي يعني. طيب تقدري تقولي لي نوع يعني، تخلي حد في الاستوديو يقول لي على النوع اللي حضرتك بتحب ترجحيه؟ ما اعتقدش انهم يعرفوه. تعرفي يا نور؟ انت تعرفي انا جبت ايه؟ لا صح؟ ما تعرفش للاسف، وانا مش هقدر اقول لك على الهوا. طيب حضرتك ليه كلكم بلاحظ ان بتستخدموا البصل الابيض، ليه مش البصل الاحمر؟ حسب الوصفه. لا انا بستخدم الاحمر في حاجات والابيض في حاجات، بس انا كساره يعني بفضل الابيض في الطبخ وبفضل الاحمر في السلطات. تمام. طب معلش بالنسبه للفرن، ما بيسحبش غاز كتير، قصدي كهرباء كتير الفرن الكهرباء ان انا اخبز؟ والله بصي لا مش يعني مش بيسحب طبعا يعني، مش هكذب عليكي، بس هو مش السحب الفظيع يعني اللي ايه عورني. لكن لو بقى بوتاجاز وفرن كده هلاقي الموضوع لا جامد يعني. فانا برشحه لان نتائجه ممتازه بصراحه عن فرن الغاز. وفرن الغاز طبعا كويس وممتاز وما فيش حاجه، احنا بس بقى انك بتسالي في البلت ان، فعلشان بس الناس بتفتكر ان مدام ساره قالت كده يبقى الباقي كله وحش. لا خالص، انا شخصيا في البيت دلوقتي اهو عندي غاز، عندي فرن غاز عادي جدا، اشتريت واحد فرن كهرباء ولكن فرن الغاز اهو معايا وشغال وما فيش اي مشكله والدنيا زي الفل، ما حصلش حاجه يعني. فعشان برضو ما حدش يتوتر ويفتكر انه لو ما جابش كده هيجيب وحش، لا هي بس تفضيلات بسيطة وبرضو بتفرق على حسب اهتمامات كل واحد يعني. الناس اللي بتخبز كتير الفرن الكهرباء أحسن لها، الناس اللي ما بتخبزش ولكن بتستخدم فرن كتير ممكن يكون الغاز أحسن لها. بصوا الرز، أنا عايزة أوريكم بس المنظر. اصل في بص في مثلا ايه، لا ده في يعني والله المطبخ بتاعي مثلا، المطبخ بتاعي معمول من ماتيريال معينه يا مونتي، اوكي؟ في 100 ماتيريال تانيه كويسه وفي احسن منها، بس هم مثلا بيروحوا للشركه اللي عملت لي المطبخ يقولوا لهم انا عايزه زي بتاعه ساره، طب في حاجه احسن طلعت؟ لا زي بتاعه ساره، فاهم؟ هو خلاص مقتنعين ان اللي ساره جايباه هو احسن حاجه، بس عادي هو كان ساعتها احسن اوبشن، ممكن يكون على حسب الميزانيه على حسب المتوفر، ولكن وارد جدا يكون في احسن. فلو ساره قالت مثلا الكبه دي كويسه يبقى كل الكبات التانيه وحشه. حتى مثلا ايه، حتى مثلا لما باجي في البرنامج اقول ان الوصفه دي مثلا ما فيهاش مادة حافظة، ايه ده يعني احنا لو خدنا مواد حافظة هيحصل لا يا جماعة عادي، انا بقولها كمعلومة والله، مش كمعناه ان الباقي كله وحش. فهي كل حاجة ليها مميزاتها وعيوبها. فرن الكهرباء زيه زي اي حاجة في الدنيا، ليه مميزات وهي عيوب وليه عيوب. الفكرة انا دايما بقول كده لاي حد يسألني، ايه العيوب اللي انا عادي مش هتفرق معايا وايه المميزات اللي انا مقدرش استغنى عنها، ده اللي بيحدد انا اجيب ايه.
وده حتى في العلاقات الشخصيه، يعني انا عندي واحده صاحبتي رغايه مثلا وانا ما بستحملش الرغي ابدا، فبقى الرغي ده بقى مشكله كبيره، في حين ان واحده تانيه ممكن تكون عادي بتتحمل، لو حد هيرغي بتتحمله عادي ما بيضايقهاش قوي، فساعتها بقى تقلصت ايه اهميه العيب. فهي الموضوع كله نسبي على حسب احتياجات كل واحد، انا عماله اختص واطلع مالكوش دعوه بيا، يعني على حسب احتياجات كل واحد والظروف اللي بنجيب فيها. نشوي الفراخ ولا نحطها في طاسه؟ نشوي الفراخ. ماشي كلام نور. هحط الشوايه هنا بس تسخن. انتي بارده صح؟ اه الزيت بتاع التشورز مش سخن على فكره عشان ما حدش يقعد يسخن فيه. بعد اذنكم انا هطلع بره البلاتو كله شويه. باي. عشان نشوي الفراخ هاخد الحله دي هحطها على العين اللي جوه عشان ايه ما اقعدش اوطي، هما الاثنين كبار وكده كده احنا مش محتاجين اكبر واحده للرز، الاصغر سنه منها هتكون تمام، ولكن محتاجين اكبر واحده للشوي. هنحط الشوايه تسخن واحنا عبال ما نتكلم. حاجه امينه، يا حاجه امينه اهلا وسهلا. اهلا بيكي، انا بحبك قوي يا ساره. يا حاجه امينه وانا بموت فيكي والله العظيم، ومحمد حامد ومحمد ابراهيم وكلكم زي العسل يا حبيبتي. انا مهما قلت مش هقول قد ما الناس بتقول والله. انا يعزك يا رب، ربنا يعزك ويخليك. الحمد زي لله. ماما وكل حبايبك كله تمام يا حبيبه قلبي الحمد لله. كل سنه وانتم طيبين يا عينيا. اشكرك يا حبيبتي وانت طيبه بالصحه والسلامه. انا بهني ببعت تهنئه لبنتي رانيا رانيا حسن محمد عبد السلام. اوكي. بعيد ميلادها النهارده. يا كل سنة وهي طيبة يا حبيبتي العمر كله يا رب. تعيشي عينيا، هنيها كده لأن هي زعلانة شوية النهاردة. ليه؟ زعلانة ليه؟ مين زعلها؟ عشان باباها متوفي الشهر اللي فات، فعمالة تعيط، أنا قلت أكلم سارة عشان تدلعها شوية. لا يا حبيبتي ربنا ما يجيب زعل ولا حزن ابدا، هي حاجه جامده قوي بصراحه ما اقدرش اقول لها تتناساها يعني، بس هو بالتاكيد بالتاكيد باباكي لو موجود هيبقى عايزك تبقي مبسوطه النهارده، فاتبسطي كده وافتكريه بالخير وافتكريه كل حلو، وخلوا دايما ذكراكم للي بتحبوهم ذكرى سعاده مش ذكرى حزن، يعني افتكروا لهم الحلو واضحكوا وافتكروا ده كان بيقول كذا ومن غير عياط. ويا حبيبتي ربنا يصبرك، هو طبعا ابتلاء جامد جدا يعني ان حد يفقد ابوه، عندي فوبيا منه يعني. بص هعيط بقى، انا السيره دي بتبهدلني. هنحط الزبادي، اه نركز في السلطه، هنحط الزبادي. احنا بنعمل دريسنج بالسلطه دلوقتي واحنا جامدين وشاطرين وكبار ومش هنعيط خلاص. اه انا بس ببص على الرز، وطيت النار على الرز، الزبادي، وهحط الهوت صوص. انا بعمل دريسنج دلوقتي يا جماعه، ماء ده اساسي اساسي، الراجل حبيبنا بتاع الاسباتشولا حبيبنا اللازم على راي ابو جوليا. مايونيز، مستردة، عسل، وده ايه يا سارة؟ شوية خل كده يظبطوا لنا كمان الطعم. وبراحتكم بقى يعني، ده دريسنج، عيشوا حياتكم كده، عايزين تغيروا فيه، عايزين ايه تزودوا ده تنقصوا، ده الموضوع ايه مرن. تعالوا كده قبل ما نروح نقلب الدريسنج نحط شويه زيت في الشوايه اللي هنشوي فيها الفراخ، ونتاكد كده انه وصل لكل حته، ويلا بينا. لازم نسمع الصوت ده.
ونسيبها تماما من غير تقليب، احنا حاطين لها كل توابلها وبعد كده هنقلبها على الناحيه الثانيه. طبق ايه؟ انا مش عارفه انت بتقولي ايه اصلا، حاساكي بتهزي انت. طب اعمل الدريسنج بعد اذنك ممكن؟ اوكي ماشي. نحط الملح والفلفل الاسود للدريسنج، مش هنحط له اي حاجه غير ملح وفلفل اسود، وطبعا نعمل حسابنا ان الملح لكل السلطه مش للدريسنج بس. شويه فلفل، اذا حابين ممكن تحطوا شويه زيت زيتون، انا ما حطيتش النهارده. ونقلب خلاص، بقى عندنا الدريسنج جاهز. السلطات دي يا جماعه بيبقى شكلها جامد جدا 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 في العزايم، لان بتتعمل كده بطريقه بشكلها بيبقى اتراكتيف قوي في التقديم. تعالوا نبص على الكوكو، انتوا عارفين ان انا طويله عريضه كده ولسه بقول على الفراخ كوكو. يا سيدي يا سيدي، وهنسيبها ونيجي نجهز السلطه. عايزين نجهز السلطه ازاي؟ نقلب كل حاجه مع بعض هنا، وبعد كده هفردها على طبق. ادي الكرنب الفرنجي، الخس، الخيار، الفلفل الالوان، والطماطم. وهنيجي كده ايه بمعلقتين خشب نقلب الكلام ده كله مع بعضه. طبعا لو بولة اكبر يعني يكون افضل، هتريحكم بس ايه هنتعامل. ممكن تحطوا دريسنج معاها، وممكن تحطوا الدريسنج فوقها، وانا بفضل فوقها بصراحة، مش بفضل معاها عشان ما يهريش الخضار قوي ويداري على لونه. فكده السلطة جاهزة ومحتاجين نبدأ نجمع الطبق. فانا هجيب الطبق الحلو القمر ده وهبدا اجمع عليه السلطه بتاعتي. نبص هنا بصه كده على الرز، اخباره ايه؟ بصوا على البخار شغال تمام جدا واموره زي الفل، وانا سايباه على نار هاديه وبديله وقته. هاجي هنا وابدا اجمع السلطه دي، البس جوانتي عشان اشتغل بايدي. انا حاسه ان السلطه محتاجه حاجه غويطه يا نور، مش تحسي كده؟ عشان العيش ده ياخد راحته كده على الجناب، ايه رايك؟ حاجه غويطه هتكون انسب عشان عندنا مكونات كتير. بصوا بقى، حاجي اول حاجه هحط ده، بس هقول لكم هنعمل الحركه كده عشان يجي على الجنب. عايزاكم تيجوا كده وتحطوا السلطه في النص عشان هو يطلع على الجناب. انا هشتغل بايدي. بالظبط، وهي الايد اظبط حاجه. انت ده قالش يعني؟ اوكي، لا لا كده مش هتسلى، كده هتجلط بس جدا يعني. لا ده كمان ده مش بس هو ده، انت كده بتنافسه بجضاء يعني جامد. برشح جدا. انتوا شايفين انا بعمل ايه؟ انا بوسع وارفع العيش تحت،
فوق قصدي عشان يبقى باين كده وعلى طرف الطبق، واجي املى في النص سلطه. شايفين المنظر يا اولاد؟ حاجه عظمه، شكلها قمر. ونوزع بقى، لقينا حته زحمه وحته فاضيه، نعيد التوزيع بحيث ان ايه يبقى كل حاجه موجوده في كل حته زي الفل كده وممتاز جدا. ناقصنا ايه؟ ناقصنا الفراخ. تعالوا نبص كده اخبارها ايه. انا يعني دقيقه وهشيلها، دقيقه وهشيلك يا فراخ. والرز تمام جدا. طبعا ده مشكله دايما. وهنعمل ايه دلوقتي؟ اصبر بقى، اصبر بقى حالا. هنحط شويه كده من الدريسنج، على الوش مش كتير عشان عايزين شويه للتقديم بس كده، الباقي هنقدمه. ايه رايكم عبال ما الفراخ تاخد الدقيقه اللي فاضله لها؟ هتطلعوا فاصل صغير جدا، ولما ترجعوا نقطعها ونحطها على وش السلطه. مستنياكم. ورجعنا من الفاصل وانا بظبط دلوقتي الفحم للرز. الرز ايه بيستوي دلوقتي على البخار ولا اي حاجه، ولا على مين ولا اي حاجه. بصوا بقى هنعمل ايه، هنيجي كده في وسط الرز ونعمل حفره، فجوه حفره، ونحط فيها كده، ونقوم حاطين فيها الفحم. وهقوم اخده شويه زيت بس صغيرين، عايزه اسخنهم، اسخنهم بس كده، عايزهم بس يسخنوا عشان ينزلوا على الفحم يعملوا بخار كويس. هقفل عليه لغايه ما الزيت ايه يسخن، نقوم منزلينه عليه بس كده. شكرا. هنبخر كده الرز وندخنه، مش نبخره، هو اوريدي بيتبخر، عايزين بقى ندخنه، وطعم التدخين فيه بيبقى جميل جدا. تقدروا تعملوا نفس وصفه الرز دي بالكفته يا جماعه، بتبقى روعه. وممكن تعملوا بقى الحركه دي في الكفته وتحطوها مع الرز، فهتبقى منتهى الجمال زي الفل. طيب الفراخ بتاعتنا هنا جاهزه للتقطيع، هجيب بس حاجه اقطع وهجيب جلوفز. انا شلتها من على النار، سبتها ترتاح لها دقيقتين ثلاثه كده، وده طبعا الصح. لما نيجي نقطع اي لحوم بنسيبها ترتاح الاول علشان ده بيخلي اي عصاره جواها تتوزع بشكل احسن كتير. نجيب سكينتنا الحاميه المتينه، ويلا بينا. كده شرايح رفيعه بالورب، انا عايزه ادوق ايه الحلاوه دي. لذيذه. ناخد تاني ونقطع، وشايفين ما بينزلش منها ميه ولا نلاقي بقى عصاره بتجري في كل حته عشان احنا سبناها ترتاح.
برجعها في الطبق ليه؟ انا قصدي الحركة دي عشان الطبق فيه شوية عصارة، فانا عايزاها ترجع كمان تشرب شوية العصارة اللي في الطبق، فتبقى ايه؟ زبدة يا ولاد. طبعا دي طريقة فراخ في حد ذاتها، يعني لو حد عايز فراخ خفيفة كده لذيذة ما تاخدش جهد وما تحتاجش تتبيل ولا تحتاج اي افورت، وباكد لكم انها هتعجب اي حد لان هي ما فيهاش اي افتكاسات، فيعني دي طريقة جميلة جدا، وهي طريقة فراخ مناسبة للسلطات قوي، جوسي وطرية وجميلة. وممكن على فكرة هي تتعمل بالصدر كامل، حتت بقى الاطراف المحرمشة دي نصيب الشيف. روعة. هاجي بقى اخد بقية الفراخ، انا هظبط لك الدنيا دلوقتي تقل، بس نشيل ده خالص. وهنا كده الفراخ شربت شوية العصارة اللي كانت في الطبق، وهجيب طبق السلطة القمر بتاعي وهاجي كده، بصوا بقى، ووزع الفراخ على الوش. عشان كده قلت لكم ده وجبة كاملة متكاملة، يعني لو انا عايزة احول الطبق ده لوجبة كاملة ممكن اعمل مثلا جنبيه شوية بطاطس مشوية. خلاص ادي الفراخ في النص، لو في اي عصارة فاضلة في الطبق من الفراخ باكد لكم ان لازم تنزلوها عليها. وده كده طبق السلطة الجبار بتاعنا، مش سلطة عادية يعني، دي سلطة كده تاكلوها وتدعولي. مش هحط اي حاجة تانية خلاص على الوش، الدريسنج هنا معايا هقدمه وشكرا جزيلا. هنعمل ايه بقى؟ احنا حاطين في الحلة هنا الفحم صح؟ والزيت، جه في الزيت نقطة مية معلش، بس هو عرفنا انه سخن. هاجي بقى هنا بالزيت ده وانزل منه على الفحم الوالع، فهيعمل البخار اللي انتوا شايفينه ده ونغطي عليه. احنا عندنا فحمه كمان، شوفوا كده لو عندنا فحمه كمان نزود واحده كمان سخنه. اوكي هنسيب بقى، بصوا البخار قاعد يطلع منها ازاي، البخار ده مش بخار يعني، ده بخار اكتر من بخار الرز، لا خلاص ده بخار اهو الفحم، فبنقفل بقى عليه اهو، شايف المنظر؟ بس بنقفل بقى عشان ناخد طعم التدخين ده. عندنا بقى وصفة تالتة، وايه هي الوصفة التالتة؟ الوصفة التالتة يا حبايبي هي التشوروز. والتشوروز دي ما يغركوش يعني الاسم، هي مش حاجة غريبة علينا خالص، هي حرفيا بلح الشام بس بالطريقة المكسيكي، هو وصفة قريبة جدا للوصفة دي، وتقريبا نفس العجينة، عجينة الشو، ولكن هي بس الفرق ان هم ما بيسوقهاش شربات، بيحطوا لها سكر وقرفة بدل ما يعملوها مكلبظة وتخينة زينا بيعملوها رفيعة. مقادير التشوروز على الهواء، وهقولها معاكم. كوباية وربع من الحليب، اربع معالق كبيره من بلاش سمنه بقى زيت، اربع معالق دي بالغلط، عدليها يا نور، زيت مش سمنه، اربع معالق كبيره من الزيت، معلقه كبيره سكر، معلقه صغيره سائل فانيليا، رشه من الملح، كوبايه وربع من الدقيق، اربع بيضات، وزيت غزير للقلي، وهنقلي في زيت بارد باكد اهو. التقديم بقى صوصات شوكولاته كراميل، شوكولاته بيضة، ومحتاجين سكر عادي، سكر ابيض عادي، ومحتاجين كمان قرفه. ويلا بينا، اول حاجه هنعملها، انا هشيل بس الزيت ده شويه عشان انا محتاجه هنا النار. هجيب حله هحطها على النار، وفي الحلة دي هحط اللبن السكر
والزيت. أربع معالق كبيرة من الزيت، يعني ربع كوباية وحبة صغيرة. ربع كوباية بتكون 3 معالق كبيرة. ومحتاجين الخليط ده يغلي يا جماعة، لازم يغلي. فهنستنى الخليط يغلي ونجهز أمورنا. هنا عندنا الدقيق هيكون جزء من الخليط ده، الفانيليا هنحطها على البيض عشان ما ننساهاش، السمنة دي خلاص ملهاش احتياج دي بالغلط أصلا. دقيقنا هنا جنبينا عشان هنحتاجه أول ما الخليط ده يغلي. وطبعا هي عجينة طريقتها غير مألوفة، جزء منها بيتعمل على البوتاجاز وجزء تاني بيتعمل في العجان، ومش ضروري عجان، ممكن بولة ومعلقة خشب هتدينا نفس النتيجة بالظبط. ومن مميزات الشوروز اللي لا يمكن تنسوها ان هو بيتقلي في زيت بارد، لازم يا اما زي بلح الشام بالظبط يا اما هيطلع معجن وهيطلع مش احسن حاجة خالص لو قليناه في زيت سخن، هيطلع قلبه ملبت كده وعجينة. الرز هنا تمام قوي وامورنا ماشية زي الفل، سايباه على نار هادية خالص، قاعد بقى ياخد من طعم البخار والدنيا لطيفة جدا. وهنا سايبين الخليط ده يغلي، ما لازم استناه يغلي، يغلي على قد ما يغلي، على قد ما ياخد. نشيل الحاجات اللي مش محتاجينها خلاص، والرز اعتقد يعني ان احنا ممكن نشيله من على النار، انا حاسه انه كفايه قوي كده. تعالوا نقدم الرز عبال ما اللبن يغلي. بسم الله الرحمن الرحيم. ده الصوص بتاع السلطه، خليه جنبها هنا. دي التوبينجز بتاعت الشوروز برضو، نجيبها هنا كده على جنب. وتعالوا نقدم. اول حاجة هنعملها ان احنا نشيل الفحمة اللي بالزيت بالهداوة كده اهي، حاسبوا على ايديكم طبعا بعد الشر عن اي حد، كل حاجة بتكون سخنة جدا فحاسبوا على ايديكم يا حبايبي. ونيجي نقدم الرز، هتشوفوا جماله دلوقتي، بصوا الحلاوة. ممتاز ممتاز ممتاز. وناخد ام محمد واحنا بنقدم الرز كده. يا ام محمد اهلا وسهلا. اهلا بيكي حضرتك. ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ الله يسلمك. ازيك يا ساره؟ انا زي الفل يا حبيبتي الحمد لله. الله يخليك. انا حضرتك عايز اسالك سؤال. وأموريني اتفضلي. انا عامله كفته عند الجزار وبتفشر مني، بتفك بتفك. تمام. بتفشر بتفشر بس كده، يعني بتخس. يعني ايه بتفشر؟ بتتفلق من بعضيها كده، بتفتح من بعضيها. بتفك يعني؟ هي ماسكه بعضيها بس بتفشر كده. تمام. يعني ماشي. اوكي. وبتخس وبتخس بتكش. ماشي. اعملها هي حضرتك اسويها بايه؟ هقول لك حالا. بتكش ملهاش حل، اي لحمه بتكش طبيعي لان اللحمه فيها محتوى عالي من السوائل، فهي بتفقده بطريقه البخر اثناء السوى، فبالتالي اللي بيحصل انها بتكش. فموضوع ان الكفته بتكش ده طبيعي ومتوقع ومفيش فيه مشكله، يعني مش هنختلف عليه، لازم يحصل، لازم اي كفته في الدنيا بتكش عن حجمها وهي نيه. الحاجه الثانيه انا بس عايزه ابص على اللبن، اللبن هنا غلي، واول ما اللبن يغلي نروح كده نجيب ايه، معلقه خشب او سباتشولا تقيله، دي تقيله، ونقوم يا جماعه منزلين الدقيق كده ونقلب. هيبان لنا المنظر في الاول كده ايه، لا يسر عدو ولا حبيب، بس هيبقى عجينه دلوقتي ما تقلقوش. قلبوا بس كويس. هتلاقوها اتجمعت، شايفين كتله كده اهو زي ما انتوا شايفين، وعجينه غريبه شويه ومنعكشه ومفنكشه وشكلها ايه مش الطف حاجه خالص، بس ما تقلقوش ابدا هي هتظبط
بس بالتكنيك الصح. وده كده احنا ماشيين على التكنيك الصح، بنفضل نقلبها على النار شويه بغرض ان احنا نطلع منها الرطوبه بقدر الامكان، محتاجين نطلع منها الرطوبه بقدر الامكان عشان التشوروز او هقول بلح الشام كمان لان هو نفس التكنيك بالظبط ما يبقاش معجن. انا كده اكتفيت جدا، مش عايزه الدقيق ياخد اي لون طبعا، فهاجي هنا وهحط الدقيق في الحله بتاعه العجينه او في البوله اللي انا هخلط فيها. لو انا هخلط بايدي على طول، ادي العجينه وهبدا اضرب بسلاح الكف ده لحد ما الاقي البخار قل شويه، مش اختفى بس قل، مش عايزين البخار الجامد قوي ده، فانا عمال اضرب فيها اطلع البخار. اكمل بس الاجابه على سؤال الكفته. الكفته بقى بتفك حضرتك، محتاجه يعني فكيها تاني، انا مش عارفه انت شكلتيها ولا لا، لو شكلتيها كلها معلش فكيها تاني وضيفي لها شويه بقسماط مثلا او دقيق هيخليها تمسك ان شاء الله. هو غالبا من اللي انت بتوصفيه ده هو حاطط فيها خضار كتير، ممكن يكون او اللحمه مش يعني مش القطعيه المظبوطه، فاعملي بس كده وهتبقى تمام. طبعا الرز الحله بتاعتنا جميله قوي، ما فيش اي حاجه تقريبا لازقه يعني غير طبقه رفيعه بتحلي اصلا الرز مش بتوحشه. وده كده الرز بتاعنا، عبال ما العجينه دي تطلع البخار بتاعها هتطلعوا فاصل صغير جدا ترجعوا منه نكمل التشورز مستنيكم. بصوا الرز مش طبيعي، والنبي والنبي تجربوه، حتى لو هتجربوه من غير فراخ خالص تعملوه خضار بس ممكن مفيش مشكله، هو حقيقي مش طبيعي في الحلاوه. الكاري مع التوابل اللي محطوطه مع التدخين كل الكلام ده مع بعضه كده، لا مظبط الدنيا قوي. انا هحط الزيت على النار برده، مش زيت، زيت نار عاليه هاديه خالص، وطلعت البخار السخن من العجينه اللي عملناها على البوتاجاز، هبدا اشغل عليها واضيف البيض واحده ورا الثانيه. بس يتخض يا جماعه، هي بيبان كده في الاول ان العجينه فصلت وان مفيش منها رجه وان يبدو يعني ان هي مش تدينا اي عجينه خالص، ما تقلقوش ابدا ابدا، هي كده عشان البيض ضاف على العجينه مره واحده بيحتاج شويه وقت عشان يتضرب. انا بس حاسه ان انا محتاجه اضرب شويه بالويسك عشان في حتت كده جامده مش هيكسرها غير الويسك، فبغدلت السلاح ويلا.
زي الفل. عشان نبقى عارفين العجينه اللي بنتعامل معاها، عجينه لزجه جدا، تقيله جدا، بصوا ما بتنزلش اصلا من على السلك، المضرب السلك لازم اقعد اضرب جامد قوي، بس خدوا بالكم لا تكسروه، وهو ده الصح بتاعها. هي كده هنجيب سباتشولا وهنجيب كيس الحلواني، انا عاملاه دبل علشان دي عجينه تقيله خوفا من ان هي ممكن تقطعه يعني، وهبدا احط العجينه جواه. شايفين درجه لزوجتها بتلزق طبعا جدا، وهي ده بالظبط الصح. ناخدها كده على كيس الحلواني، وهنبقى في ايدينا مقص. طبعا هاخد العجينه انزلها تحت خالص، انا حاسه ان انت مضايقني، شيل كيس منه، كيس واحد كفايه. هو رد عليا بانه طلع من بادب. بصوا بنزل العجينه تحت خالص عشان ما يبقاش فيه هوا، وهنبدا نعمل ايه، ننزل في الزيت اشكال عشوائيه زي ما انتوا شايفين كده، ونقطع، نحط المقص في الزيت ونقطع تاني، بيتميز باشكاله العشوائيه، فما تبذلوش اي جهد في انكم تنسقوا الشكل، هو ده شكله اصلا، يعني ده مش غلطه من حد. لما يطلع معاكم منعكش كده واخد شكل لولبي كده مش معين، هو بالظبط ده طبيعته. انا طبعا العجينه تقيله جدا على ايدي بس هتعامل. يلا، وبيبقى مش قصير زي بلح الشام، بيبقى اطول. واعملوا اي اشكال يا جماعه، ما تبذلوش اصلا جهد في انكم تقعدوا تشكلوا، هو ينزل بس وخلاص. الزيت انا نزلت بزيت دافي مضطر علشان وقت الحلقة، لكن انتوا في البيت نزلوا بزيت بارد خالص زي ما بنعمل في بلح الشام، وعشان انا عاملاه رفيع فما قلقتش، انا عارفة انه حتى الدافي هيسويه. ادي اخر حبة، يلا حاضر كفاية اهو، اخر واحدة، اخر واحدة عشان خاطرك، احنا نكمل العجينة دي بعدين، خليها هنا بس عشان ما تروحش في حتة. تمام، نشيل بقى كل حاجة وننزل العجان، وطبعا التشوروس بتاعتنا في الزيت عنا معاها. عنا معاها عشان تطلع مظبوطة، يعني ممكن كده نيجي ندي تقليبة بعد شوية. بصوا اخدت لون ذهبي فاتح اهي من ناحية، يلا بينا. حاضر حاضر، ما وترتني والله وترتني. وهنعمل ايه؟ عندنا مثلا هنا اهو بتطلع هي بالشكل ده، بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وانا هاخد كمان عليها شويه صوص كراميل. الحاجات دي بقى اختياريه، صوص الكراميل كالمعتاد في الشتاء يعني، ايه لازم يطلع روحنا عشان يطلع من ال اهو. جه قال قال هحط عليها شويه صوص كراميل. الحاجات دي بقى اختياريه، هي الاساسي فيها سكر وقرفه، هي بتطلع بنفس اللون ده يا جماعه، ان شاء الله نلحق نطلع اللي بيستوي دول. مستحيل، ليه تقول لي كده في وشي؟ ليه يا ابني؟ ليه يا ابني؟
انتوا جايبين لي كله كراميل؟ ده كله كراميل مفيش شوكولاته. جابوا لي اتنين كراميل بالغلط. ماشي تمام، كراميل حلو عليه مفيش مشكله. وهنا الرز هديله شويه لوز، وده طبعا اختياري، مجرد جرنش براحتكم يعني. ويبقى كده النهارده احنا عملنا ايه؟ احنا النهارده كده عاملين سفره خفيفه لذيذه جميله. عاملين يا جماعه رز مدخن بالفراخ والخضار، وعاملين كمان سلطه تكس ميكس. هي مش سلطه عاديه الحقيقه، هي سلطه تبقى كده سنتر بيس كده لاي ترابيزه او اي سفره. وعاملين كمان التشوروز المكسيكي اللي هو قريب جدا من بلح الشام، انا بس بقلبه علشان ياخد لون على نفس بنفس الدرجه. وكده تبقى حاجتنا خلصت. طبعا بفكركم دايما زي كل يوم ان الحلقه دي بتكون قعدتها الساعه 8 بالليل، 8 وربع بالليل على بي ان سي فود اللي انتوا بتتفرجوا عليها دلوقتي. وبفكركم كمان ان كل حاجه بنعملها هنا بتنزل على جميع بلاتفورمز السوشيال ميديا الخاصه بيا ساره عبد السلام، والخاصه بالقناه بي ان سي فود او بي ان سي ايجيبت. احنا بنكون متواجدين دايما على اليوتيوب وعلى الانستجرام وعلى الفيسبوك، وبنجاوب على كل اسئلتكم وبنشارك معاكم بشكل يومي. انا يعني بسرعه جدا عايزه اوريكم ده بنعمل فيه ايه. ده بناخده كده وهو سخن يطلع من الزيت، ما تخلوهوش فاتح قوي، مش بيبقى احلى حاجه لما يكون فاتح قوي، بيبقى معجن. فهو حلو انه يكون مقرمش من بره. انا خلاص 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 هاخده كده اصفي من الزيت بالشكل ده، وهنقوم وهو سخن، وضروري جدا وهو سخن نحط له القرفه والسكر. فهو سخن كده هقوم حاطه له سكر، وهحط له رشه قرفه، وخلاص بقلبه معاهم ويبقى كده جاهز معايا. انا هاخده اقلبه مع اخواته، وانتوا كده ايه تقولوا لي باي باي. اشوفكم على خير بكره ان شاء الله في حلقه جديده من سنه اولى طبخ. كنت معاكم النهارده ساره عبد السلام، وهكون معاكم بكره ان شاء الله في حلقه جديده من سنه اولى طبخ. اسيبكم في رعايه الله ونتقابل على خير، مع السلامه.